السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احبابنا خاوتنا، مرحبا بكم في قناتكم كالعاده. في هذا الفيديو حبيت ندير التشكيله يعني اللي انا نحبها صراحه، التشكيله واللاعبين اللي انا نحبهم وماذا بيا يكونوا في المنتخب الوطني الجزائري وكأساسيين. لما نقول نحبهم ماشي معناتها ظالمين او مظلومين كما يقولوا البعض، اللعب هذا اللاعب ظالم او مظلوم، ولا كما قال لك البعض اشرك عطال ولو على كرسي متحرك، وعلى واحد قال لك برجل واحده. لا، انا اقول لك المنتخب الوطني الجزائري ليس فيه العاطفه، الاحسن هو اللي راح يكون في الميدان، الاحسن هو اللي راح يكون يلعب وفق العناصر المتاحه. في هذا الفيديو قلت لكم حبيت ندير التشكيله نتاعي يعني استنادا من القائمه 23، يعني انا كان جات لي القائمه الاسميه تخلو من اللاعبين اللي ما راحش يكونوا واجدين في كاس امم افريقيا، وما يوليوا اللاعبين اللي حاليا ما راهمش يلعبوا، لما يلعبوا يجوا للمنتخب الوطني الجزائري. وكاين بعض اللاعبين اللي انا ما قنعونيش صراحه، في شكيله احمد طوبه، في شكيله زرقان، في شكيله بوداوي، هذو ما يقنعونيش صراحه. لذلك راح ندير التشكيلة أو 11 لاعب الأحسن اللي راح يواجهوا المنتخب الصومالي يعني افتراضيا، وعلى بالي بلي ما رانيش اونترينور، وعلى بالي بلي خيارات بالماضي، وعلى بالي بكلش، يعني بلا ما تكتبوا لنا في التعليقات أشياء خارجة يعني عن نطاق اللعبة، راح نتكلموا يعني افتراضيا أحسن تشكيلة، وأعطونا أنتم رأيكم في التعليقات والتشكيل اللي تشوفوها أنتم مو يعني تشوفوها أنتم مناسبة. بالنسبة لي أنا أحبابنا خاوتنا في حراسة المرمى أقول دائما استنادا من القائمة 23، أحسن لاعبين هم اللي راح يكونوا في المنتخب بدون عاطفة ولا هم يحزنون. في حراسة المرمى أكيد ما بين زغبة وموندريا وبن بوط أحسنهم هو موندريا، لذلك موندريا واللي راح يكون في حراسة المرمى. على الجهة اليمنى عندي لاعبين فقط، عطال وكيفن جيتون. بالنسبة لي عطال أفضل من جيتون، على بالي بلي عطال لو كان جات لي في القائمة 23 ما نجيبش عطال، نجيب زدادكا ولا نجيب دورفال، راهم يلعبوا بشكل اساسي ومستمر. لكن بما انه راهو في القائمه 23 ما بين عطال وخيركوف، ان خيركوف لا يقنعني بتاتا واللاعب عادي جدا، لذلك اظن انه عطال هو افضل لاعب في القائمه 23 اللي كاينه يعني المتاحه، ولذلك عطال وراح يكون على الجهه اليمنى. على الجهه اليسرى عندي لاعبين هم العروسي وايت نوري، ايت نوري هو افضل من العروسي، هو اللي يستاهل باش يكون على الجهه اليسرى. في محور الدفاع عيسى ماندي او يلعب بشكل مستمر مع فيا ريال ماشي كما الموسم السابق، لذلك هو يستاهل ان يكون يعني قائد الفريق، بتعرفوا عليه هو يكون قائد الفريق. اللي راح يكون معاه اكيد رامي بن سبعين اللي قدم مشوار ومردود مليح في المنتخب الملعب في الملعب احنا نقولوا في قلب الدفاع. في الاسترجاع نبيل بن طالب هو اللي راح يكون يعني يشكل حلقه يعني تقريبا وسط ميدان الدفاعي اللي راح يساعد دفاعيا ويساعد هجوميا. بما انه المنتخب اسمه الصومال لا تحتاج الى لاعبين، ما تحتاج لا في غولي ولا رميز الروغي، خلي فقط نبيل بن طالب هو اللي راح يساعد يعني الدفاع ويساعد الهجوم، لانه الصومال يعني صراحه فريق ضعيف وضعيف جدا. في اللي راح ينشطوا يعني الميليو اوفنسيف او الوسط الميدان الدفاعي نحط فارس شيبي وحسام عوار. حسام عوار نوعا ما يعاون فيها بن طالب، لكن هو المنصب نتاعو الاصلي صناعه اللعب على الجهه اليمنى، وفارس شيبي صناعه اللعب على الجهه اليسرى، ويقلبوا في المناصب على الجهه اليمنى وعلى الجهه اليسرى. الان نروحوا الى الاجنحه الهجوميه. على الجهه اليمنى اضع ادم والناس وليس رياض محرز، على الجهه اليسرى نحط امين اجويري، وراس حربه سريع وسريع جدا هو محمد الامين عموره. اذا كان أمين عمورة غير جاهز لا بأس أنني أستنجد بإسلام سليماني. مع بداية الشوط الثاني أو في الدقيقة 60 يعني بالضبط نبدأ بالتغييرات بدخول يعني حسب اللاعبين اللي راهم مرهقين. بما أنه أدم والناس ومحمد الأمين عمورة يلعبوا بزاف يعني بالسرعه نتاعهم على غير العطال وراين ايت نوري، لذلك لازم يكون دائما الدوبلور نحن نحو الناس، يدخل رياض محرز ندخل نحو العروسي، يدخل العروسي بلاص راين ايت نوري، ممكن هنا نقحم قيطون معليش نقولوا ريح اللور ما تحركش. هذا مكان، هذه هي التشكيله الابرز بدون عاطفه. لكن التشكيله اللي راح تشوفوها مع جمال بالماضي غدا راح تشوفوا يعني موندريا، راح تشوفوا عطال ايت نوري، راح تشوفوا ماندي وطوبه، راح تشوفوا رامي الزروقي، وراح تشوفوا ايضا
سفيان فيغولي، وراح تشوفوا فارس شيبي، قويري، محرز، وراح تشوفوا اسلام اسليماني. بعض العناصر انا لا يقنعوني، تبقى تشكيله انتاعي. فقط نفتح قوس صغير، لما نقدموا راينا ليس معناها انتقاد في تشكيله جمال بالماضي، كل واحد كيفاش يشوف. انني نشوف هذه التشكيله الابرز كما يقولوا، خلي المساغر هما اللي يحركوا اللعب مع تغيير في المناصب، هذه هي احسن تشكيله. اعطونا انتم رايكم في التعليقات. لا اطيل عليكم اكثر من هذا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.